بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم أمس السباق السابع للخيل لهذا الموسم على كأس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية وكأس شركة مشاريع القصر، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق الذي اشتمل على 7 أشواط عدد من أصحاب السمو وممثلو الشركات والجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: نعرب عن اعتزازنا الكبير في مواصلة الجهود الداعمة لهذه الرياضة العريقة والتي تحظى برعاية ودعم من لدن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، حيث يشكل ذلك دافعا كبيرا في استمرار دعم الملاك والإسطبلات والمتسابقين على الشكل الذي يخدم تقدم وارتقاء هذه الرياضة. وتابع سموه: إن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ساهمت بشكل واضح في تحقيق نقلة نوعية في رياضة الفروسية والخيل، والتي حققت العديد من النجاحات عززت من المكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين في هذه الرياضة على الصعيد العالمي. مقدرا سموه الجهود التي تبذلها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في وضع الخطط والبرامج التي تساهم في الارتقاء بمستوى الرياضة والمسابقات، كما أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستويات الكبيرة التي قدمها المشاركون في هذا السباق والذي ساهم في ظهور السباق بصورة مميزة، مهنئا سموه الملاك وأصحاب الجياد بالمراكز الأولى، متمنيا سموه للبقية حظا أوفر في السباقات القادمة. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد وليد محمد الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع القصر بتقديم كأس الشوط الثالث إلى المالك الفائز رضا منفردي، كما تم تقديم جوائز إلى المضمر حسنين الديلمي والفارس عبد الله فيصل الفائزين بالمركز الأول. ثم قدم السيد سجاد المدحوب كأس الحصان العربي للشوط الرابع إلى المالك الفائز حسن مفرح العجمي، فيما قدم علي جعفر المدحوب كأس الحصان العربي للشوط السادس إلى المضمر الفائز آلان سميث، فيما قدم علي حسن المدحوب كأس الحصان العربي للشوط السابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.